حياكم الله. الملكي ريال مدريد رفض 6 عروض من ليفربول الإنجليزي اللي بفكر يدعم صفوفه بضم ماركو أسنسيو من فريق ريال مدريد. الأنباء أكدت أنه إسكو وأسنسيو متاحان ب 72 مليون جنيه استرليني على ذمة صحيفة الصن الإنجليزية. كلنا عارفين أنه ريال مدريد بيطمح للتعاقد مع بوغبا لاعب مانشستر يونايتد لاعب خط الوسط، لكن الرقم المتاح 150 مليون جنيه استرليني، رقم كبير جدا وكثير بفكر فيه ريال مدريد قبل التعاقد معه. من جهته ليفربول مصر ويفكر جديا بضم اللاعب أسنسيو الى صفوفه، ويورجن كلوب مصر على هذه الصفقه بالتحديد. طبعا ليفربول يمكن وجود هذا اللاعب اكيد بعزز حظوظه وبقوي خط وسطه بانه يساهم او يساعد بالحصول على لقب الدوري الانجليزي اللي له 30 سنه مش فايز. وطبعا زي ما انتم عارفين من المقرر انه داني سيبايوس سيترك النادي على سبيل الاعاره، رغم انه زيدان اكد انه اللاعب له مستقبل كبير جدا في الفتره القادمه مع فريق ليفربول. في امان الله. شو رايكم؟